مراسيم الفرح التي اعتادت عليها الشعوب العربية من كل عام في استقبالهم لعيد الفطر المبارك وتقديمهم التهاني بهذه المناسبة. لكن تهاني هذا العام جاءت بشكل مختلف عن كل عام. من عزي أهالي الشهداء بالعراق اللي صار التفجير، والله شيء محزن، وشيء اللي عم يصير بالبلاد العربية كله شيء محزن من القتل والتدمير هذا. يا رب ينعاد على الجميع بالخير. والمصيبة انهم عم يستهدفوا يعني المدنيين، هالعالم عم يروح فيها مدنيين، لا هن عالم عسكريين. امبارح عالم رايحة تشتري يعني ملابس عيد للاولاد وكذا، صار فيها التفجيرات. هذا حرام، هذا شيء ما بيرضي رب العالمين، لا بيرضي الاسلام. حسبي الله ونعم الوكيل، وبنقول يعني البقاء لله وحسبي الله ونعم الوكيل، اكثر هيك ما بدنا نحكي. الله يرحم الضحايا اللي خلال التفجيرات اللي صارت في العراق، وهي عمليات ارهابية، واحنا كشعب اردني بنندد ومن دين أي عملية ضد إخواننا العراقيين. إخواننا العراقيين دائما كانوا معنا كأردنيين، قلوبنا والله معهم، الله يكون بعونهم، قلوبنا الله يكون بعونهم، حسبي الله ونعم الوكيل. موت وحزن ونياح وعويل، إنه ما جرى في هذا العام لاستقبال أبناء الشعب العراقي عيد الفطر المبارك، والذي خلفه إجرام داعش بحق المدنيين من تفجيرات ضربت مناطق بغداد، وأعطت انطباعا واضحا أن ما يحدث في العراق هو استهداف الأبرياء ليقتلوا بدم بارد دون ذنب من قبل عصابات الشر والطغيان الإرهابية. أنا عشت بالكرادة واشتغلت غاد، يعني الكرادة ما شاء الله منطقة حلوة وجميلة، نفس المنطقة هاي بالضبط، بس هذا الشيء يعني لا بفرح لا عدو ولا صديق باللي صار مبارح. واحنا بنتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وبنترحم على جميع الشهداء اللي ماتوا. ما اعرف شو اقول لك، يعني والله قاعدين بدنا نتفرج وبدنا نمشي، يعني راح بيها اصدقاء وراح بيها ناس عرفوا. يعني احنا نستنكر ان العراقيين هاي التفجيرات اللي صارت بالعراق، وحقيقه يعني احنا متألمين، واحنا بمكان غربه يعني شفنا الاحداث وشفنا الناس اللي تأذت. نحن ضد الإرهاب وضد إنه واحد يقتل واحد كمان مسلم مثله، أكيد يعني هذا الشيء ما بيصير، ونحن جينا لأياد وحرام هذا الشيء بيصير. يشهد العالم العربي في نهاية شهر رمضان الفضيل تحضيراته للعيد، فيما أنهمك أبناء العراق بلملمة جراحهم جراء التفجير الإرهابي الذي طال الأبرياء في منطقة الكرادة وسط بغداد. للعراقية نيوز، محمد العبدلي، عمان.